الآن بعد ما استخرجنا الـ Area of Steel سيتبقى أنه نتعلم شلون نوزع حديد التسليح، يعني مساحات التسليح اللي طلعناها كون نوزعها على البانلز اللي عندي وأحقق السبيسينج اللي مطيني إياه الكود. أنا هسه عارض لكم هنا شنو عارض لكم البانل والتوزيع النهائي، وراح أتكلم حسب الخطوات اللي موجودة حسب الخطوات اللي موجودة هنا. أنا بالإمكان أنه أنتم تتبعون هاي الخطوات، أنا راح أحكيها على الرسم، أنتم بالإمكان أنه تتبعون هاي الخطوات وتشوفونها. أول فقرة راح نجي إلى البانل الأولى اللي هو هاي البانل، هذه البانل تمام. باللونج دايركشن، باللونج دايركشن اللي هو بهالاتجاه هذا، بهذا الاتجاه تمام، بهذا الاتجاه وين؟ بالميدل سترب اللي هي هاي هنا. ايش عندي انا هنا؟ عندي عزم موجب. فاذا ارجع للاريا اوف ستيل الموجبه راح القاها طلعت لي 342، يعني انا هنا يحتاج ان اوفر 342. راح اجي ايش اقول؟ اقول اوزع على فاي 10 ات 225. الفاي 10 ات 225 هذه ايش اسويها؟ اسويها واحد سترايت، يعني هذا واحد يمتد، شوفوا هذا اللي هو هذا، هذا ممتد للاخير، واثنين بينت ينعكفون، يعني كل اثنين يعني اثنين العفو واحد يمتد اثنين ينعكفون، يصيرن يعني ما بيناتهم واحد ينعكف واحد يمتد. زين هاي عملية ايش راح تنطيني؟ راح تنطيني area of steel تساوي 349. 349 يعني هنا بهالمنطقة راح يتوفر عندي area of steel 349 اكثر من ال 342 المطلوبة. اذا اوكي انا بالسيف سايد. زين طبعا السبيسنج اللي ناشر عليها انا 225 اصغر من ال 400، اذا ماكو مشكلة. هاي وين هساني؟ بالميدل سترب، بالبانل الاولى، بالميدل سترب بالاتجاه الطويل اللي هو هذا. زين هذه هنا يصيحون الديسكونتينوس، يعني النهاية اللي هي ما مستمرة. انا من ايش عندي؟ هذا مو اثنين اثنين راح اعكفهن هنا، يعني صار عندي اثنين من هنا اللي هي شنو؟ اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة في 349 اللي بروفايدد اللي انا محققها راح يطلع عندي 232، 232 حتى احقق هماتين بقدها، بقد هذه 200 العفو 343 او 42، فراح اضيف فاي 8 ات 450. شوف هذا 450 ليش ضعف هاي؟ حتى هنا شنو بين وحدة ووحدة اخلي، هذا مو اني موزع على 225، ف كل يعني انا صار عندي كل اثنين، فاكو فراغ راح يصير بيناتهم، يعني كل اثنين ابو العشرة راح يصير فراغ اخلي شنو مكانه؟ ابو الثمانية. هاي العملية راح تنطيني، راح تنطيني area of steel تساوي 343، ايضا اكثر من ال 342 المطلوبة بالتوزيع السالب، بالتالي ما راح يصير عندي مشكلة. اذا اوكي هسه شنو؟ بالبانل الاولى نفسها، باللونج دايركشن نفسه، بس شنو وين؟ بالكولوم ستريب اللي هي هاي الكولوم ستريب. احنا هنا هذا تخلصنا من عندها، خلصنا من عندها اللي هو النهاية الديسكونتينوس، الديسكونتينوس هذه هنا انا هسه هذه اتوقف عندها، يعني بس افهم، افهم انه حسب هذا التوزيع انا هسه موفر هنا بهاي المنطقة موفر 232 مليمتر مربع بس من هالاتجاه تمام، بس من هالاتجاه، من هالاتجاه هم راح يجيني 232، بالتالي راح يكون عندي 464. ساي بعدين ارجع لها حتى ما اعور التسلسل اللي هو منطيكم اياه بالمنزلة.
بالملزمة هسوي التسلسل اللي بعده، قلنا long direction اللي هو النهاية الكولوم سترب، هذا هو اوكي ما في مشكلة. بعدها هو منتقل الى البانل 2 بالشورت دايركشن، اللي هو هذا الشورت دايركشن، بانل 2 تختلف، هذا الشورت دايركشن وين؟ بالميدل سترب، بالميدل سترب، شورت دايركشن بالميدل سترب اللي هو هذا هسه، هذا التوزيع مالته. شلون موزعها؟ هو انا شقد محتاج بالموجب؟ محتاج 594، موزعها هو فاي 12 على 175. هاي العملية الفاي 12 كل 175 تعطيني 646، اذا اوكي. كذلك واحد ست رايت اثنين بينت، يعني هنا هاي النهاية ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها 2 على 3 من 664، بالتالي راح يطلع عندي 430. يعني انا هنا ايش قد وفرت؟ وفرت 430. اذا اوكي هم راح نجيها بعدين. بالموجب العفو بالسالب، بالسالب بالميدل سترب بالسالب هنا ايش قد عندي المطلوب؟ مطلوب 1002، 1002. انا عندي هنا ايش قد من انا متوفر؟ نفس هذه راح يتوفر هنا، يعني هذه البينت الاثنين البينت من هنا من راح يصعد، انا ايش قد هنا؟ 2 على 3، 2 على 3 في 664، 2 يعني اقدر احسبها 2 ابو 12 كل 5 كل 175 يطلع لي 430 تقريبا، 430. فاذا اضربها هنا 431 طبعا، اذا اضربها في 2، لان ليش؟ لان منا راح يجيني 2 بنت ومنا راح يجيني 2 بنت، فراح اضربها في 2، بالتالي راح يتوفر عندي ايش قد؟ 861. اذا انا هنا ايش قد وفرت هسه؟ 861. زين هو ايش قد رايد من عندي؟ رايد من عندي 1002، معناها احتاج بعد ايش قد؟ احتاج 141 مليمتر. هاي شلون اوفرها؟ اوفرها من خلال اضافة additional، additional هذا دائما انتبه شوف السبيسنج هنا شنو ضعف هاي، ليش؟ حتى هم ماتين كل 2 يصير الثالث هو الاديشنال اللي هي هاي 175، الضعف مالتها هو 350 ابو الثمانية. فرضا لو ابو الثمانية ايش قد على هالسبيسنج ابو الثمانية كل 350 ايش قد منطيني؟ هو منطيني 143، انا محتاج بس 141. فاذا اوكي، بس لو نفرض انه ما راح ينطيني الاريا الكافية، شو اسوي؟ مكان هذا ابو الثمانية اخلي ابو العشرة. اذا خليت ابو العشرة، اذا خليت ابو العشرة هماتين ممكن ينطيني الاريا اوف ستيل الكافية، تمام. بعدها وين انتقل؟ انتقل للكولوم سترب. كولوم سترب قلنا هذا، هذا وفرناه كملناه، وهذه اهماتين كملناه، وهكذا استمر لبقية التوزيعات. يعني اشوف الاريا اوف ستيل اوفرها بالموجب، واشوف ايش قد راح يتوفر عندي بالسالب بهالاتجاه، واغطي ايضا بالديسكونتينوس ايج، واحسب، احسب ايش قد راح يصير عندي تداخلات، اذا اكو فرق بالاريا المطلوبة اعوضها باديشنال، وهكذا استمر لكل النهايات اللي موجودة عندي سواء بالميدل سترب او بالكولوم سترب.